وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيجي مجانين الكروشيه والتريكو. ويا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي ما تروحيش هنا ولا هنا، ايه الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه بقى، عارفين اغنيه ولقيت الطبطبه؟ انا اخيرا لقيت الطبطبه في غرزه الكروشيه ديت. الغرزه حلوه قوي وتحسوا اللي هي مليانه كده، والغرز داخله في بعضها اكنها ايه بتطبطب على بعضها. الغرزه حلوه صيفي وشتوي وليها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها خدديه، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها شنطه، ممكن تعملي منها ركن للكنب. اي حاجه عايزه تعمليها ممكن تعمليها ايه بغرزه ديت. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برضو هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجيلك الجرس، ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجيلكوا اشعار بيها. وكومنت حلو برضو عشان ايه بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والناس اللي تحبيني يا ريت تنورني في قناتي الثانيه شاهد بعيون سمر، هسيب لكم رابط القناه في صندوق الوصف والتعليق المثبت. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل خيوطنا النهارده. هيمالايا افري داي وابره رقم 4، هعمل عقده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معايا في القناه ما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبلك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طيب تعالى اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. تمام، انا دلوقتي هعمل مجموعه من السلاسل من غير معده ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سنتي. عملت مجموعه من السلاسل بطول حوالي 15 سنتي. تمام، نبتدي الغرزه بتاعتنا على طول بقى. حدد اخر سلسله وقفت عندها. تمام، واطلع باربع سلاسل، 1 2 3 4. تمام، واخد لفه اخش في السلسله اللي حددتها واعمل عمود سلسله، واخد لفه افوت غرزه واللي وراها اعمل عمود سلسله، واخد لفة افوت غرزة وفي اللي وراها اعمل عمود سلسلة، واخد لفة افوت غرزة وفي اللي وراها اخش فيها واعمل عمود سلسلة، واخد لفة افوت غرزة وفي اللي وراها اعمل عمود بالشكل ده، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. اكتفي بالعرض ده كعينه. تمام، انا عايزه الفراغات ديت تبقى عدد فرجي. العدد الفرجي اللي هو ايه عشان محدش يسالني في الكومنتات؟ الاعداد الفرديه اللي هي 1 3 5 7 9 11، هي دي الاعداد الفرديه. فانا عامله الفراغات ديت 15 فراغ. تمام، وكده انتهينا من السطر. اتبقى معايا كام سلسله زياده، وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزياده في صندوق الوصف سايبالك فيديو ازاي تفكي السلاسل دي بكل سهوله. وكده يبقى ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسم على 2 زائد 3 ولا بتقبل القسم على 1 زائد 2 كده يعني. تمام، السطر الجديد بقى بلون جديد، هجيب اللون الجديد واطلعه من الغرزه وشد الخيط الابيض كده. تمام، واطلع باربع سلاسل، 1 2 3 4، ولف الشغل. تمام، هاخد لفه هنا عند اول عمود اعمل ايه عمود بالشكل ده. تمام، واخد لفه هخش هنا عند في الفراغ اعمل غرزه باف من 4، خدت لفه واخش في الفراغ واطلع الخيط، ادي 1 2 3 4. تمام، عندي كام حلقه على الابره؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، اخد لفه واطلع حلقات كلها الا الحلقه الاساسيه، بقى حلقتين لفه من حلقتين. تمام كده، وبعدين اخد 2 سلسله. تمام، واخد لفة في نفس الفراغ اعمل برضو ايه غرزة بف من 4، ادي 1 2
تلاتة أربعة، تمام. لفة واطلع حلقات كلها إلا الحلقة الأساسية، يبقى حلقتين لفة ايه من الحلقتين، يعني غرزتين البف عملتهم في فراغ واحد ما بين كل غرزة والتانية 2 سلسلة، تمام. واخد 2 سلسلة واخد لفة، هفوت فراغ وافوت الفراغ التاني، الفراغ التالت اخش فيه اعمل غرزة بف. ادي 1 2 3 4، بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة ولفة في نفس الفراغ غرزة بف. ادي 1 2 3 4، بالشكل ده، واكرر اخد 2 سلسلة واخد لفة افوت فراغين، ادي 1 2، وفي الفراغ التالت اعمل مجموعتين بف. ادي اول غرزة بف، ادي 1 2 3 4، تمام. 2 سلسلة واخد لفة في نفس الفراغ برضو غرزة بف، ادي 1 2 3 4، واخد 2 سلسلة واكرر افوت فراغين والفراغ التالت اشتغل فيه بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت للفراغ اللي قبل الاخير وعملت فيه غرزتين البف ما بينهم 2 سلسلة واخد لفة. هنا فاضل اخر فراغ، اخش هنا فوق العمود واعمل عمود واخد سلسلة واخد لفة، هنا افوت غرزة في سلاسل ارتفاع 4، افوت غرزة والغرزة التانية اخش فيها واعمل عمود. بالشكل ده زي ما ابتدينا، طلعنا باربع سلاسل، 3 سلاسل ارتفاع عمود وسلسلة للفراغ، وفوتت فراغ، وهنا فوق اول عمود عملت عمود، وفي نفس الفراغ عملت غرز البف. هنا برضو في هنا اهو غرز البف، واول عمود عملت عمود وسبت الفراغ، وهنا في سلاسل الارتفاع 4 في السلسلة التالتة عملت فيها عمود، وكده انتهينا من السطر، تمام. السطر الجديد بنفس اللون، هطلع باربع سلاسل 1 2 3 4، والف الشغل، هاخد لفة هنا هفوت الفراغ، هنا في عمود اخش في الغرزة بتاعت العمود واعمل عمود بالشكل ده، واخد 2 سلسلة، ادي 1 2، واخد اللفة هنا وغرز البف هفوتها، ما بين غرز البف الاولانية والتانية في 2 سلسلة، تمام. تحت الـ2 سلسلة في السطر الاولاني في 3 عواميد، ادي 1 2 3، العمود التاني اللي في النص هخش في الغرزة بتاعته واعمل غرزة بف، ادي 1 2 3 4، تمام كده. لفة واطلع حلقات كلها الا الحلقة الاساسية، ولفة اطلع حلقتين بالشكل ده، واخد 2 سلسلة واخد لفة في نفس الغرزة اعمل غرزة بف، ادي 1 2 3 4، بالشكل ده، تمام. واخد 2 سلسلة واخد لفة افوت غرز البف ديت، وهنا غرزة البف اللي وراها تحت هنا في 3 عواميد بالابيض، اخش في العمود التاني اللي هو في النص اعمل غرزة بف، ادي 1 2 3 4، واخد 2 سلسلة واخد لفة في نفس الغرزة انزل فيها اعمل تاني غرزة بف،
ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، بالشكل ده، واكرر اخد اتنين سلسلة واخد لفة، هاجي هنا في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة، هنا في التلات عواميد اجي ايه في الغرزة بتاعت العمود التاني، اعمل ايه غرزة باف، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، واتنين سلسلة، وفي نفس الغرزة اعمل تاني غرزة باف، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، واخد اتنين سلسلة بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لاخر فراغ ما بين ما جميع الباف، عملت في العمود التاني غرز الباف، ودلوقتي بقى ايه اخد اتنين سلسلة واخد لفة، هفوت اخر غرز باف، وهنا فيه عمود اخش فوقيه اعمل عمود واخد سلسلة، تمام، واخد لفة، هنا غرز الارتفاع اربعة، هفوت غرزة في الغرزة التانية اخش فيها واعمل عمود، بالشكل ده، وكده انتهينا من السطر. تمام، السطر الجديد بقى هطلع الخيط الابيض تاني معايا فوق، تمام، واشد الخيط كده، تمام، واطلع باربع سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، والف الشغل، تمام، هاخد لف، هاجي هنا فوق العمود اعمل عمود بالشكل ده، تمام، وبعدين اخد لفة، هنا في فراغ بتاع الاتنين سلسلة تحتيها غرز باف، ما بين غرزتين الباف في هنا اتنين سلسلة، هخش في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة اعمل اول غرزة باف، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، بالشكل ده، تمام، واخد اتنين سلسلة واخد لفة في نفس الفراغ اعمل تاني غرزة باف، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، بالشكل ده، تمام، واخد اتنين سلسلة واخد لفة، هاجي هنا ما بين غرز الباف هنا وغرز الباف، خلاص تحت في السطر التاني في مجموعة باف اهو، هخش بقى ايه في الفراغ، مش هخش في الفراغ هنا، هخش في الفراغ بتاع السطر التاني، هنا اعمل اول غرزة باف، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، تمام، واتنين سلسلة واخد لفة في نفس الفراغ تاني غرزة باف، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، بالشكل ده، واكرر اخد اتنين سلسلة، تمام، واخد لفة هنا ما بين غرزة الباف هنا مجموعة الباف ومجموعة الباف، مش هخش في الفراغ هنا، هخش في غرز الباف اللي في السطر ايه التاني هنا واعمل غرز الباف، تمام، بالشكل ده، ونفضل برضو ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت للفراغ اللي قبل الاخير، عملت فيه غرز الباف، تمام، واخد لفة، هلاقي هنا العمود اخش فيه واعمل عمود واخد سلسلة واخد لفة، سلاسل ارتفاع اربعة، افوت اول غرزة والسلسلة التانية اعمل فيها عمود، بالشكل ده، وكده انتهينا من السطر. هو اللون بيعمل سطرين، فانا عملت سطر ابيض اهو، اللون الجديد برضو السطر الجديد بالابيض، هطلع باربع سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، والف الشغل،
هنا برضو عند اول عمود اروح عاملة ايه؟ عمود، تمام، واخد لفة، هلاقي هنا غرز باف، تمام، هروح واخدة اتنين سلسلة، واحد اتنين، تمام. هاجي هنا ايه ما بين غرز البف الاولانية والتانية، في اتنين سلسلة تحتيهم، هنا في غرز باف باللون التاني، اروح نازلة واخدة. انت جيت؟ طب تعال، عشان في ناس سألوني على شيتوس عايزين يشوفوه. تعالي يا بوتة، تعالي يا بوتة، يا بوتة حلو اهو. شيتوس هو الناس اللي بتسألني عليه، هو مش عارفة ماله اليومين دولت، على طول بينونه ومش عارفة ماله زعل. طب بص للكاميرا يا بوتة، بص للكاميرا، بص، عسل عسل عسل. يلا اقعد على جنب بقى، يلا يا بوتة، يلا على جنب، يلا يلا، انت لزقت يا عم. نكمل. خدت لفة، هنا في غرز باف، ما بين غرز الباف الاولانية والتانية في اتنين سلسلة، مش هخش في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة، هنزل لغرز الباف اللي السطر اللي تحتيهم اللي باللون التاني، اخش في الفراغ هنا اعمل غرزة باف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام، واخد اتنين سلسلة ولفة في نفس الفراغ، اعمل كمان غرزة باف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، بالشكل ده، تمام. واكرر، اخد اتنين سلسلة واخد لفة، هنا ما بين غرز الباف الاولانية ودي التانية في فراغ، تحتيهم في غرز باف وفي ما بينهم اتنين سلسلة، اروح داخلة برضو في الفراغ اللي تحت، اعمل اول غرزة باف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ غرز باف، غرزة باف، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، واتنين سلسلة، وبرضو هنا في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة تحتيه غرز باف، ما بينهم سلاسل، اروح عاملة هنا ايه؟ غرز الباف، بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لنهاية فراغ عملت فيه غرز الباف، وبعدين اخد اتنين سلسلة واخد لفة، اخر مجموعة باف افوتها، واجي هنا عند العمود اعمل عمود واخد سلسلة واخد لفة، سلاسل الارتفاع اربعة، افوت غرزة والغرزة التانية اروح داخلة فيها عامل عمود، بالشكل ده. الشغل اللي بعد كده كله تكرار، من السطر الجاي هيبقى باللون الزيتي سطرين، بعدين الابيض، بعدين الزيتي، والشغل كله تكرار، وبنطلع بالطول اللي احنا عايزينه. واجي بعد ما طلعت لكم كام سطر بغرزة عشان تبان، بصوا غرزة حلوة ازاي، وتحسوا اللي هي داخلة في بعضها كده ومليانة، حلوة قوي بصراحة. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ومفيدة. ولو عجبتكم ورشة النهاردة ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس الاول مرة تتابعني يا ريت اشتركوا وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.